اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب في فقرتنا الاخيره بكابتن ايمن دجيش وما تعليقه على طاقم التحكيم في مباراه اليوم. ازيك كابتن ايمن؟ ازيك يا كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام. عندنا حالات مهمه النهارده؟ يعني طبعا يعني مفيش حالات جامده قوي، لكن احنا بنجيب بعض حالات. يمكن انت يا كابتن اسلام اتكلمت قبل المباراه وشايفك انا ما شاء الله يعني استريحت شويه ابراهيم، شويه ملحوظات كده احنا قلناها قبل الحلقه وانت ركزت عليها. انا شايف ابراهيم النهارده في تغييرات، شكل حد قال له ولا ايه؟ لا هو تغييرات عشان نديله حقه برضه. النهارده ابراهيم لياقه بدنيه عاليه، تمركزات، عنده ميزه النهارده كويسه قوي يا كابتن اسلام، يمكن انت هتتفق معايا فيها، الالعاب الهوائيه. عنده في الالعاب الهوائيه في امتياز في القرارات اللي اداها، ويمكن في لعبه هنجيبها هو ما حسبهاش هنبص عليها. عنده حته كويسه قوي الهدوء في التعامل. الهدوء في التعامل وعنده تركيز واهتمام. ده بعض التغيرات اللي حصلت عن الموسم السابق يعني. الحقيقه هو احنا طالما الحكم زي ما قلنا كلنا بنخطا، طالما الحكم بيتفرج وبيشوف نفسه وبيتعلم من اخطائه فدي احنا بنشجعه على كده. الحقيقه ادى مباراه طيبه النهارده ابراهيم، ومعاه احمد توفيق وسيد نافع وعمرو سامي، ادى مباراه طيبه جدا النهارده يعني. وهنشوف الحالات، احنا هنمشي مع بعض ونشوف الحالات. اتفضل يا سمير، هات لنا الحالات. اتفضل. بص ابراهيم، دي لمسه يد اهي، طبعا اللعبه ابراهيم اهو وبيحسب على طول، ماشي اللعبه معايا قريب ابراهيم وحسب على طول. لحظه، تمام، قرار صحيح. احنا بنبص يعني بص ما يعني ما عندناش يعني. لا ما فيش ليه يا كابتن اسلام، يعني احنا برضو مش هنقول ان في هجمه واحده، في لعيب من الاهلي، في لاعب معاه مدافع، مش مساله هجمه واحده، يعني مساله ان هو رافع ايده، هو اللي مودي ايده بالكوره. لا يعني بص انا امشي معاه ان هي ما فيهاش الانذار بصراحه يعني. بس انا كنت باخدها. هنروح للعبه الثانيه. اتفضل. دي لعبه تسلل عند احمد توفيق، طلب، هو رفع الرايه هنا، دي واضحه ان هي مش تسلل تماما. ده رايك يا كابتن اسلام؟ هنشوف. هنشوف مع بعض. هنمشي احمد متمركز بطريقه صعبه. اتلعبت الكوره خلاص. الكوره بتطلع اهي. بص يا كابتن اسلام، لو لاحظنا اللاعب بتاع الاهلي بجزء من الجسم. اني واحد؟ تقدم اللاعب. لا مالناش دعوه باللاعب اللي مع المدافع، انا بنتكلم اللاعب اللي راحت له. مالناش اللاعب اللي راحت له، هنرجع بيها تاني. يعني دي واضحه ان هي اوفسايد. جزء من الجسم يا كابتن. ارجع لي تاني وهاتها من الزاويه التانيه عشان ناكد عليها برضو. هنرجع كده في اللقطه دي ونوقف لحظه الخروج. بص الميله دي يا كابتن اسلام. اي جزء من الجسم عند الرقصه اهي، وفي لعيب الاهلي اهو، فالجزء دون هي الميله ديت هي التسلل. ماشي. واحمد متمركز مع المدافع حرس الحدود بشكل طيب. نروح للعبه اللي بعديها. اللعبه اللي بعديها دي بقى كله يعني كله قال لك اتحسبت ايه، لان ما كانش فيه تسلل يعني، اللي بيتفرج كله ما حدش عرف. احنا عايزين نوضحها للجماهير. هنمشي طبعا. وقف هنا طبعا مفيش تسلل خالص، لان هنا الكره السابقه، ولان في ناس تخيلت ان اللعبه تسلل. مفيش تسلل، احمد ما رفعش. ماشي اللعبه، هنمشي مع بعض. وقف لي هنا، امشي. بص الايد هنا بتاعت وليد ازارو بيطلع لعيب بره اللعبه، وهنا بص تركيز ابراهيم. واللعيب وهو بينط، هنعيدها تاني، طلعه بره اللعبه خلاص يعني. اللعيب بينط على الكوره فوليد ازارو بيطلع، وابراهيم استأنف ما كانش رافع ايده ولا حاجه، فاللعبه اصلا حسبها ركله حره على ازارو. وقراره وتركيز من ابراهيم في اللعبه دي كويس جدا. اللي بص هي بص طلعه من اللعبه. انت طبعا كنت بتعمل الحاجات دي يا كابتن اسلام. كنت بتصح. انا كنت بعملها ازاي يعني؟ ممكن انت كمدافع ممكن يعني تطلع لعيب. بص هو طلعه من اللعبه بس زقه طلعه خارج اللعبه فقرار رائع يعني. في تركيز. بص ابراهيم كمان قريب. هنروح للعبه اللي بعديها. ماشي خلاص، ده هو هنا تسلل هنا. ده في اخر الشوط الاولاني. ايوه امشي يعني امشي. ايوه دي تسلل. بس هو جزء برضو جزء. واحمد متمركز رائع، احمد توفيق متمركز بطريقه صحيحه، وده قرار صحيح من احمد توفيق طلب. بس هي دي فيها فاول؟ لا خلاص اوكي. هنروح اللعبه اللي بعديها. هنا بقى هنيجي هنا لابراهيم. انا اعيد اللعبه دي تاني. انا جايبها ليه؟ ابراهيم النهارده احتسب جميع الاخطاء بطريقه صحيحه، وانا قلت لك ركزت على الالعاب الهوائيه يا كابتن اسلام. مظبوط. هنرجع على اللعبه دي، لعيب الحرس اتصاب فيها. أيوة. عايزين نشوف في خطا ولا ما فيش خطا ولا فيها حاجه. بالظبط، ما انا جايبها ولا فيها حاجة. ليه بقى؟ ليه هو ابراهيم لو مش قريب يا كابتن اسلام هيحسب. مش مهتم. هتحسب على طول. في يا تعاد لنا تاني من زاويه قريبه. هتعاد تاني. هنبص كده، واللعيب اتصاب ووقع اهو. اهي اللعبه اهي، في تنافس اهو. وليد واللاعب بيقع. ارجع لي بدي تاني. ارجع اهي،
هي كابتن اسلام مع بعض ولا كده ولا فيها حاجه يا كابتن. انا قصدي اقول لك ايه حتى في الماتش. انا قصدي بص يا كابتن، لو الحكم بعيد، لو انت بعيد ممكن تحسب الخطا لصالح المدافع. ايوه السهل قوي ان انت تصفر وتحسب خطا للمدافع. ايوه لكن بصراحه كان قرار كويس من ابراهيم لان هو قريب وكان مهتم يعني ومركز يعني. تمام هنروح في الدقيقه 3 اللعبه اللي جايه ده، هنا خطا على رامي ربيعه، وطبعا هنا احمد فتحي ورامي بيكلموا ابراهيم ان اللعبه ما فيهاش خطا. لا بقول لهم طبعا هو مش اهي الخطا اهو، ارجع تاني كبت. ارجع ايه اهو كابتن اسلام ازاي نرجع تاني من قريب، ارجعها تاني يا سمير اهو اهي اهو يا سمير انت بتسمع كلامه وبترجعها له. خلاص سمير. خلاص اهو هنا الخطا بتلعب. موجود اهو بمنع اهو منع من رامي ربيعه وقرار صحيح من ابراهيم. يعني اللعيبه وبيلعب يا كابتن اسلام يعني احيانا ما بيبقاش طبعا يعني بالنسبه لسرعه اللعبه ما بي... يعني احمد بيتكلم بصدق ما بيبقاش شايف الخطا صح، واللعيب هو حتى بيلعب ممكن رامي اصلا ما يفتكرش ان هو ارتكب خطا. فابراهيم حسب الخطا. نروح للعبه التسلل كده عند سيد نافع، قدم مباراه رائعه سيد نافع النهارده، هو احمد توفيق طلب الحقيقه فجبنا له، عنده العاب كتير كويسه جبنا له اللعبه دي. اللعبه دي كانت سريعه جدا يا كابتن اسلام. يمشي طبعا تسلل اهو وتمركز سيد صحيح، اللعبه كانت سريعه اهي على طول، تركيز سيد واقف مع اخر تاني مدافع بصوره أيوة. كويسه المساعدين كمان مع ابراهيم قدوا مباراه رائعه يعني بصراحه. هنروح بقى لاخر لقطه اللي انت كنت بتكلم كابتن ابراهيم، عايزين بقى نشوف تعامل ابراهيم هنا اتغير ولا ما اتغيرش. ابراهيم قبل كده كان بيعمل ايه، دلوقتي ابراهيم بيتكلم ازاي، بيكلم اللعيب مفيش بهدوء، بيتعامل بهدوء مع اللعيب اهو، يبقى هنا في تغييرات كتير. بنشجع ابراهيم باذن الله، وابراهيم حكم عنده موهبه وعنده امكانيات كبيره، يا ريت يمشي بالاسلوب اللي هو ماشي بيه ديت. باذن الله يعني هيطلع لقدام كتير قوي ابراهيم باذن الله في الفتره اللي جايه حقيقه. تمام طيب برضو هنجيب لك حلقه بقى انا اللي هجيبها لك. اتفضل. مش انت بقى اللي هتجيبها لي، انا اللي هجيبها لك. اتفضل يا عشان ايه لما اجيبها لك ما تبقاش انت مظبط لسه نفسك. ده عشان انت كل مره اللي بتفاجئني صح؟ ده اختبار. ده اختبار. طيب انا ما بشوفش الحالات اللي انت بتجيبها صح؟ صح. طيب بتكلم معاك فيها واحنا على الهوا. اوكي انا هجيب لك حاله برضو، اشمعنى انت؟ صح كده من حقك يا كابتن اسلام. صح. اتفضل يا كابتن اسلام. الاول قبل ما نتكلم في الحاله اللي عايز اوريها لحضرتك لما تجهز يا سمير لو سمحت بقى اوديها لي. كابتن سيد عبد الحفيظ، اولا الحمد لله على السلامه كابتن ابراهيم نور الدين النهارده. الحمد لله على السلامه حقيقي. كله الحمد لله على السلامه في مباراه النادي الاهلي. ونشجعه على الاستمرار بالصوره ديت يعني. تمام. لكن كابتن برضو كابتن سيد وجه رساله الى كابتن جمال الغندور، انت رئيس لجنه حكام المصريين وبالتالي يجب ان تكون هناك لك راي في ما يحدث في المباريات الافريقيه لكل الانديه المصريه. طبعا النادي الاهلي، احنا خلينا نتكلم عن النادي الاهلي. عندنا اربع انديه يعني الاهلي والاربع انديه المشتركين. لكن انا بتكلم عن النادي الاهلي، الأهلي. ما يخصنيش الانديه الاخرى، لكن مش ما يخصنيش يعني ما ينفعش ان انا اتكلم عن الانديه الاخرى، ولكن انا بتكلم عن النادي الاهلي. ان أنا كنادي أهلي من حقي إن أنا أسأل رئيس لجنة الحكام، أو من المفترض، معرفش ده طبيعي إن المفروض رئيس لجنة الحكام يبقى شاف لقطة أو يتكلم على لقطة ويساند، خصوصًا إذا كانت الدنيا كلها مساندة. بالظبط. هو طبعًا يا كابتن إسلام يعني يمكن هي اللعبة كمان، اللعبة اللي هي كانت للنادي الأهلي في مباراة النجم الساحلي، اللعبة كانت حدث يا كابتن إسلام. هي حدث المباراة. يعني كل لما نيجي نلخص مباراة النجم الساحلي هو قرار الطرد اللي حصل في بدايه المباراه. صح. هل صحيح؟ ده كان حدث الدنيا كلها شافته. صح. فاعتقد يعني الكابتن جمال يعني هو قال ان هو تقريبا ما شافهاش او حاجه. كنت اتمنى ان هو حتى يعني حتى لو ممكن احنا معرضين يا كابتن اسلام ان احنا يبقى عندنا ظروف مسافرين بتاع ما نشوفش اللعبه، لكن كنت اتمنى ان هو يقول لي ان انا اشوفها على او مثلا اللي قال له مثلا ساله يقول له انا هشوفها وارجع ارد عليك يعني واقول رايي فيها، لان طبعا الكابتن جمال قيمه كبيره ورمز كبير للتحكيم، المفروض ان هو يقول رايه في لعبه لما تخص نادي مصري، وكل لعبه حدث وكله اتكلم فيها يعني. بالظبط. فانا رايي كان المفروض الكابتن جمال يقول يعني. صح يعني احنا أكيد. كابتن سيد كلامه اكيد لاي لعبه مهمه للفرقه النادي الاهلي يعني رايه مهم يعني للناس. هو كابتن سيد بيتكلم من قيمه الكابتن جمال الكبيره طبعًا. وبتاع طبعًا. ان هو في لعبه بالذات لما لعبه تكون حدث زي ديت يعني كان حدث كبير واثر في المباراه واثر في المباراه بصوره كبيره يعني وفي نتيجه المباراه عموما يعني. تمام. انا من وجهه نظري ان الكره دي وهزيمه النجم الساحلي للنادي الاهلي هو القرار ده يكسب المباراه الثانيه كمان اللي هي 3-0 امام بلاتينيوم ستارز. طيب اذا كان هناك رقم هتديه او من 10 يعني لطاقم التحكيم في مباراه اليوم هتدي لهم كام؟ هو هديهم 3-9 النهارده بصراحه يعني. كام؟ 9 من 10. لان ابراهيم النهارده كان في العاب كتير في المباراه، مش طبعا مفيش العاب
يعني صعبة ولكن هو في اخطاء كتير قوي زي ما قلت لك الالعاب الهوائيه احتسبها جميع الاخطاء بصوره طيبه. النهارده بيرجع كتير ابراهيم بيجار حاجات كتير عنده للافضل في حاجات كتير في كل عناصر التحكيم مغير حاجات كتير حاجات في التعامل يا كابتن اسلام. المساعدين ما عندهمش اي اخطاء فالنهارده بديهم 9 يستحقوا يعني ومعهم عمرو سامي يعني كمان عمرو سامي الحكم الرابع طبعا طاقم التحكيم احنا بنتكلم يعني. على كل طاقم اديهم 9 هم الاربعه يعني. طب يا سمير يعني نستنى للماتش الجاي نشوف الحاله دي ولا ايه؟ هو طيب. مش عايز يمتحني. نعم؟ مش عايز يمتحني. مش عايز يمكن يمتحنك ولا حاجه. طب اخيرا يا كابتن لو ما جابولناش الحاله دي اثناء المباراه حسيت ان الكابتن ابراهيم متوتر شويه مثلا؟ لا هقول لك هو اي حد في مكان الكابتن ابراهيم انت لما بتيجي يا كابتن اسلام بقاله فتره ما بيحكمش النادي الاهلي بقاله فتره كان بعيد النهارده بترجع للنادي جماهيري والنادي بترجع بعد فتره كبيره بعد حدث كان موجود في مباراه معينه فبترجع النهارده انت القلق على فكره يعني يمكن انا اتكلمت مع قعده الكباتن بره بيقول لي يعني ابراهيم انا شايفه الان حته القلق دي ساعات ما تبقاش يعني بتبقى لصالح الحكم القلق ده مديله ايه يا كابتن اسلام مخليه مركز هو عامل حساب جامد للمباراه مركز تركيز عالي بيجري كتير قريب من كل التفاصيل هي مش قلق هو تركيز يعني فادته هو تركيز هو مش قلقان هو مركز جامد مركز جامد ان هو ينجح في المباراه ده اللي ادى الصوره دي ان انت ممكن في بعض اللقطات شفناه ان هو تبقى تركيز عالي يعني كان احيانا وانا واقف يقول لي انت وشك لما جري عليك الكاميرا وانا بلعب انت يعني في حق عندك في ايه كده اقول لهم يا جماعه التركيز التركيز ده بيدي الصوره دي يا كابتن اسلام يعني فهو كان مركز جامد النهارده عايز ينجح وعايز يرجع وعايز يعبر عن نفسه تاني ان هو حكم كبير وحكم متميز يعني الحمد لله على السلامه هيما الحمد لله على السلامه يا كابتن ابراهيم انا مش هقدر اقول هيما بيني وبينه انا اقول له لكن حضرتك ممكن تقول الحمد لله على السلامه ربنا يوفقه ويوفق كل حكام مصر الحمد لله على سلامتك يا كابتن ابراهيم والحمد لله على سلامه كابتن ابراهيم نور الدين في مباراته الاخيره او يعني مش الاخيره الاخيره اللي لعبها اليومين دول هي مباراته النادي الاهلي ضد حرس الحدود وبالتالي 9 من 10 اعتقد تقييم عالي جدا طبعا طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ايمن شرفت ونورت شكرا يا كابتن اسلام انا متشرف بيك دايما مش عارفين يجيبوا لنا الحاله فالمره الجايه نجيبها بقى في ماتش الاهلي وحرس الحدود الدور الثاني عجبا باذن الله ان شاء الله شكرا جزيلا يا كابتن شكرا جزيلا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا 3 نقاط هامه جدا اضافها النادي الاهلي الى رصيده ليصل الى النقطه 18 من 6 مباريات في الدوري العام المصري في اسبوعه 8 يتبقى للنادي الاهلي مباراتين ولكنه يظل دائما جبتها ماشي اتفضل يا كابتن تعالى اديها لي بقى دي بقى يا كابتن هاتها واحده واحده تمام ماشي بتاعت ايمن تعالى يا كابتن ايمن اشرف لا هنتكلم فيها هي ايمن اشرف طيب دي هاند بول ولا مش هاند بول ارجع تاني ارجع لي وزق ايمن اشرف ولا ما زقش ايمن اشرف نفس اللعبه اللي انت بتقول عليها دفعه بره اللعبه هاتها من اولها اهو ماشي اتفضل اهو خلاص ما جاتش في ايديه ماشي اهو ايه رايك يا كابتن تنافس لا ما هي دي ما هي هي اللي عزق فيها ازار يعني الراجل يعني بص اقول لك حاجه ايه يا كابتن لا بص هو اللعبه دي يا كابتن لا اللعبه دي تختلف يا كابتن لا صدقني والله يا كابتن دي ما هاتها سمير بص مد ايده المد بص بص سمير هاتها سمير ماشي انا ما هقول لك حاجه ما انا هريحك يا كابتن اسلام هريحك اشرح لك حط مد ايده مد ايده بس يا كابتن مد ايده يا كابتن اسلام هقول لك على حاجه خد بالك يا كابتن اسلام انت كنت لعيب كوره كبير مش حتى حطت الايد انا لعبه ازارو خلاني بعيدها لان قصه ثانيه عارف قصه ثانيه يا كابتن اسلام انت كنت بتطلع مع لعيب قصه ثانيه ما انا هقول لك انا هقول حاجه بس هقول لك حاجه اثنين لعيبه انت بيطلع معاك لعيب طب دي زي بتاعه رامي ربيعه على الاخرانيه هو مد ايده مش شرط زي بتاعه رامي ربيعه مد ايده بص ايوه هات لي اللقطه دي اهي هات لي اللقطه قرب يا كابتن اتفضل في خطا ولا كمل بقى كمل اهو اهو ايه ده ممكن ايه ده كابتن يعني بص ايمن إيه طب ايوه خليك ايمن بس حط ايده وهو كمان الايدين بتحس ان هو مديله بالبوكس في لعبه عارف لعبه الحكم عارف في التنافس يعني لعبه غير الثانيه خالص الثانيه انا بطلعك بره اللعبه لان الكوره جايه لك بطلعك ماشي يا كابتن ايمن انا شخصيا مقتنع ان دي فاول انت فوق دماغي يا كابتن اسلام رايك محترم يا حبيبي شكرا جزيلا يا كابتن ايمن بشكر حضراتكم شكرا جزيلا زي ما قلت لحضراتكم 3 نقاط هامه جدا استطاع النادي الاهلي ان يضعهم في رصيده ويصل لنقطه 18 من 6 مباريات ويعتلي قمه الدوري العام المصري في اسبوعه 8 النهارده زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي لعب 6 مباريات فقط وتبقى له مباراتين ويظل دائما البطل على القمه وما زالت له مباراتين انا بشكر
حضراتكم، وان شاء الله نتقابل. انا هبقى موجود مع حضراتكم يوم الاربعاء الساعه 10 بالليل، هيبقى معايا الدكتور احمد ثابت، هنتكلم عن ارقام كهرباء لان محتاجين فيها وقت شويه، فهنتكلم فيها عن ارقام كهرباء، وهنتكلم عن اشياء اخرى كثيره جدا، وليله ما قبل مباراه النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي اللي هتبقى يوم الخميس القادم. اشكركم والف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاربعاء وحلقه جديده من ملعب الاهلي.